يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بعض جمهوريات روسيا إذا مات الميت يدفنونه، وهذه المنطقة مشهورة بكثرة الذئاب، فإذا دفنه أهله فإن الذئاب تقوم بحفر القبر ثم تستخرج الميت فتأكله، ولحل هذه المشكلة عندنا يجعل أهله فوق قبره سراجا من نار لمدة 3 أيام حتى تهرب هذه الذئاب، فما حكم هذا الإسراج؟ الإسراج لا يجوز، لكن يبقى عنده حراسة، يحرسه قريبها واحد، أو يواجر حارس للمقبرة، واجر حارس للمقبرة ولا يحط سرج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ولو صورت المقبرة في سور يمنع تسلق الذئاب فهذا أيضا من الأسباب. نعم.